السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان نتعلم ذكاء الصناعي صح في السياد في الرياضة، بنحاول احنا نرجعها كده مع بعض ان شاء الله. طيب المرة فاتت اتكلمنا على المود، المود اللي هو المتوسط الاكثر شيوعا، او يعني لو انا عندي مجموعة من القيم بشوف ايه القيم اللي مقررة. يعني خلينا ناخد مثلا الصف دوت، بلاقي 1 و5 و6 و7 و8 و4 و5، فايه الرقم اللي مقرر؟ مثلا رقم 5، فهاجي هنا واكتب له 5. طيب 1 و5 و6 و7 و6 و4 و5، ايه اللي مقرر عندي هنا؟ الخمسة والستة. طيب بعد كده بلاقي هنا مفيش اي حاجة مكررة، فبقول له ان هنا مفيش ولا رقم متكرر. ده بالنسبة للوضع الاكثر شيوعا. ده بيفيد في ايه؟ بيفيد ان الكمبيوتر يقدر يتعلم مع نفسه، يقدر نديله نصوص كتيرة فيبدأ ان هو يحلل، ويبدأ يشوف ايه الحاجات اللي مكررة، ويبدأ يشوف الاهتمام على ايه، يبدا يشوف مثلا الحاجات المكرره يحاول ان ما يكررهاش، يصنف الصور، يلخص البيانات، يقدر ان هو يفهمها بشكل افضل. وطبعا بيبقى مفيد جدا لما يكون عندنا معلومات كتيره فيقدر ان هو يشتغل عليها. يعني لو انا مديله قيم قليله مش هيقدر يستنتج حاجه، انما لما اديله بيانات مثلا كل المواطنين اللي في مصر ممكن يطلع بحاجات احنا مش واخدين بالنا منها، في مثلا زياده في نسبه كذا، نسبه كذا، فبيبدأ ان هو يستفاد. ممكن مثلا حركة المرور فياخد باله من حاجات، مثلا ان يوم الثلاث الساعة 6 بيحصل أزمة مرورية كل فترة وبيحصل حوادث. طيب اللي احنا نتكلم فيه اللي هو المين او الافرش اللي هو المتوسط. انا عندي ارقام فانا عايز اجيب المتوسط بتاعها، وليكن مثلا متوسط المرتبات اللي في الشركة، تمام، متوسط مثلا اسعار بدل، انا دخلت على محل فعايز اعرف الرينج الاسعار ايه، فبقول له الرينج الاسعار ايه، فهو عندي حاجات مثلا ب 400 500 600، فيقول لي والله الافرش بتاعنا كذا. الافرش ده مش معناه الرقم اللي في النص، او بيجيب اكبر رقم اصغر رقم ويديك اللي في النص، لا، ده بسهوله جدا بيجمعهم ويقسم على عددهم. يعني انا هجمع دول كلهم واقسمهم على عددهم. هنا في الجوجل شيت هو بيسميها مثلا، ممكن نستخدم فانكشن نقول له احنا عايزين الافرش مثلا، تمام، الافرش، تمام. فبيقول الافرش ليه لدول، هيعمل ايه؟ هيجمع الواحد والخمسة والستة والسبعة والثمانية والاربعة والخمسة ويقسموا على عددهم، هما كام؟ هما 7. مع العلم ان بعد كده للدقة لو في ارقام شاذة، ارقام شاذة دي معناها يعني ايه؟ احنا المتوسط بتاعنا من 500 ل 2000، لكن في رقم مثلا 5، فلو في رقم شاذ او مش زي بقية الارقام بنروح ايه؟ ما نحسبوش معانا، تمام. ممكن يكون انت مثلا بتحسب المرتبات وفي واحد عنده رقم يعني ضارب بعيد قوي، لا يعني مش في المتوسط، واحد مثلا شريك في الشركه فبياخد مبلغ ما شاء الله كويس، او حد مرتبه تعبان، فده بنشيله على اساس ان احنا نقدر نوصل لمتوسط المرتبات بالظبط. الكلام ده بيفيد بعد كده لما بنيجي ندخل في التعلم الالي، وانا عايز اعلم الكمبيوتر ان هو يفكر وياخد قرار او يصنف المعلومات اللي موجوده.